يومين ثلاثة أيام لحد الأسبوع، بعدين بتختفي، بعد شهرين أو ثلاثة شهور ترجع بتتكرر، ممكن تتكرر ثلاثة أو أربع مرات بالسنة. فلذلك هي عبارة عن بتكون ناكسي وحميدي، يعني ليست ناجمة عن أسباب ورمي. هي البيل الدموي ممكن تكون عيانية، يعني بيشوفها المريض لون بوله أحمر أو لون الكولا أو لون الشاي، أو مجهري تكتشف بفحص البول والرأس. تأتي على شكل نوبات مثل ما ذكرت، تتكرر أكثر من مرة بالسنة، وبتمتد من أيام إلى لحد الأسبوع. غالبا ما بتكون تالي للأخماج المخاطية، عادة يعني إنتانات الطرق التنفسي العلوي، بواحد أو اثنين يوم مثل ما ذكرت لكم بالمحاضرة السابقة، أو مو فقط للإنتانات تالي للإنتانات الطرق التنفسي العلوي، أحيانا بتكون تالي للأكوت جاسترو انترايتس، التهاب معدي وامعاء. فانتبهوا له إذا ذكر بالقصة السريرية مثلا قصة إسهال قبل واحد أو اثنين يوم، أو مثلا التهاب بالطرق التنفسي العلوي، زكام ورشح قبل يوم أو لحد ثلاث أيام. هذا إذا ذكر بالسؤال مثلا خلال واحد لثلاث أيام من إنتان طرق تنفسي علوي بعد ظهرة البيلي الدموية، فهذا بيمشي مع داء برجر. أما التهاب الكبب والكلي الحاد تالي الإنتان بالعقديات، بده على الأقل أسبوع لعشرة أيام لتتشكل الأضداد، وبعدها بتبلش التهاب الكبب والكلي وبتظهر البيلي الدموي. فانتبهوا على القصة السريرية، من قصة سريرية بتساعدكم كتير للتشخيص بين للتفريق بيناتهم. إلى جانب البيل الدموي بتكون كريات حمر مشوهة وصونات كريات حمر، نجد عادة بيل بروتيني، ولكن عادة البيل البروتيني بتكون خفيفة ونادر ما بتكون شديدة، يعني توصل لمرحلة نفروزي. تتأخر البيل البروتيني في الظهور، يبدأ المرض عادة ببيل دموي معزولي، دائما المريض بيشوف دم بالبول، غالبا لأن الإصابة تبدأ في الميزانشيم الكلوي، ولذلك قد يتأخر التشخيص لأن وجود بيل دموي معزولي يوجه الوجود ورم كتشخيص تفريقي أول. نادر ما يتطور اعتلال كلي بالآي جي اي إلى التهاب كبب وكلي مترقي بسرعة، وبيؤدي لحدوث قصور كلوي حاد. طبعا هو بيؤدي، ولكن النسبة الترقي لالتهاب الكبب والكلي المترقي بسرعة أو ذو الأهلي قليل. السير السريري هو عادة مثل ما ذكرنا هو الأفضل إنذارا، عادة بيصيب الشباب واليفعان غالبا في مرحلة طفولي، بيتطور بشكل بطيء حيث يتطور لدى 20% مرضى فقط إلى قصور كلوي مزمن بعد 20 سن. رغم سيره البطيء إلا أنه في حال بدأ تطوره بالتسارع فإن وظائف الكلي تدهور بسرعة، يعني هون بيكون تحول لنوع الربد البروغريسيف أو النوع المترقي بسرعة. لذلك فإن مراقبة تصفية الكرياتين عند هؤلاء المرضى مهمة جدا. انتبهوا أنه الاعتلال الكلي بالآي جي اي قد ينقص حتى بعد زرع الكلي، لكن له نفس سير المرض البدء، يعني إذا زرعنا كلي لمريض عنده اعتلال الكلي بالآي جي اي ونكس عنده المرض، بياخد نفس السير السرير للمرض بدأ، يعني بيحتاج 20 سنة أخرى ليخرب الكلي جديد. هلأ أهم عوامل الإنذار، يرتبط إنذار المرض بكرياتينين المصل والضغط الشرياني وكمية البيلي البروتيني، وبالتالي عند الضبط الجيد لهذه العوامل يكون الإنذار جيدا، وكل ما كان ارتفعت هاي القيم سواء الكرياتينين ولا الضغط الشرياني ولا زادت كمية البيلي البروتيني بكون الإنذار أسوأ. بالتشخيص بالخزعة تحت المجرى الضوئي يشاهد تكاثر بؤري في الخلايا الميزانشيمية في بعض الكبب، مثل ما ذكرنا البؤري بكونوا في بعض الكبيبات والكبيبات الأخرى سليمة. بالتألق المناعي تشاهد ترسبات الآي جي اي وبشكل أقل الآي جي جي والسي ثلاثي. مخبريا قد يترافق مع ارتفاع الآي جي اي في المصل، لكن إذا كان الـ IgA في المصل طبيعي هذا ما بينفع التشخيص. التدبير طبعا لا يوجد علاج نوعي للمرض، حيث أن هناك جدال حول استخدام الكورتيزون ومثبطات المناعة. تقتصر المعالجة عموما على وقاية المريض من الإصابة بالرشح والإنفلونزا، لأنه مثل ما ذكرنا هو بيترافق كثير
وبتكرر البير الدموي مع انتانات طرق التنفسي العلوي. لذلك ينصح المرضى بأخذ لقاح الإنفلونزا في بداية فصل الشتاء، وأحيانا قد يعطى بنسلين وقائي للوقاية من التهابات بلعوم. يعتبر زيت السمك وفستق العبيد يعني المركبات اللي حاوي على الأوميجا 3 والأوميجا 6 مفيدين في هذه الحالة أيضا لتقوية مناعة المريض، وأيضا حاصرات الخمير القلبي للأجلوتاسين الآسي إن إنبيترز اللي هي مركبات الكابتوبريل والليزنوبريل والإنالابريل، وهالمركبات هي بتساعد على التخفيف من شدة البيلي البروتيني. طبعا قد نلجأ للكورتيزون ومثبطات مناعة في حال وجود بيلي بروتيني شديدة، كما أنه قد وجد دور لمركبات ستاتين اللي هي مثل ما بتذكر ما بتعرفوا خافضات الكوليسترول، يعني مركبات الأتورفاستاتين والسيمفاستاتين والروزوفاستاتين في تخفيف الأذية الكلوية الحاصل. دائما يجب نفي البيلي الدموي النكسي الخبيثي في سياق سرطان الكلي، ونفي أسباب البيلي الدموي الأخرى كتشوهات والخصيات قبل ما نقول إنه هذا اعتلال كلي بالآي جي. هوني صورة على اليمين بالمجهر الضوئي بنلاحظ وجود تكاثر في الميزانشيم، على اليسار بتلاحظ هذا التألق المناعي، بنلاحظ ترسب الاي جي اي في المنطقة الميزانشيمية. هاي التشريح المرضي والتألق المناعي لدى بيركر. هلا بنجي للمرض الثاني، اعتلال الكبد والكلي الغشائي، وهذا هو الميمبرانوس جلوميرولونفرايتس، سمي بالغشائي لأن الغشاء القاعدي يتسمك بسبب ترسب المعقدات المناعية خارج الغشاء القاعدي. لذلك أحيانا بسموه اعتلال الكبب والكلي خارج الغشائي إكسترا ميمبرانوس جلوميرولونفرايتس. لا يترافق تسمك الغشاء القاعدي مع وجود تكاثر خلوي، لأنه إذا ترافق مع تكاثر خلوي قلنا بنسميه منمي، أما هذا الغشائي فقط بيصير في تسمك بالغشاء القاعدة. هو مرض بطيء السير وحسن الانذار بشكل عام، أشع لدى البالغين. طبعا التهاب الكبب والكلي الغشائي هو أشع سبب للمتلازمة النفروزية عند البالغين، وخصوصا بأعمار 30 ل 50 سنة، بيصيب الذكور أكثر من الإناث. بالتألق المناعي يلاحظ وجود معقدات مناعية مترسبة خارج الغشاء القاعدة، بكون مؤلفة من الاي جي جي والسي 3 ومتوضعة بشكل حبي. بالتلوين المناعي بلاحظ وجود غشاء قاعدة كبيبة فخي. بالمجهر الإلكتروني تظهر ترسبات تحت ظهرية ذات مظهر أشواك وقبب بسموها سبايك أندم. هاي بالمجهر الإلكتروني. مخبريا بفحص البول والراسب عادة بيتظهر على شكل متلازمة نفروزية. التهاب الكبب والكلي الغشائي مثل ما ذكرت هو أهم سبب للبيلي المتلازمة النفروزية عند البالغين، وبالتالي بيتظهر ببيلي بروتيني شديد أكثر من 3.5 جرام بول 24 ساعة. يصنف حسب سببه إلى نوعين رئيسيين بدء وثانوي. التهاب الكبب والكلي الغشائي البدء عادة هذا مجهول السبب، ويتجه سيره لأحد الاحتمالات. في ثلث الحالات تتراجع عفويا دون علاج، وأحيانا قد لا يكتشف. بثلث الحالات تستمر فيها لدى المريض بيلي بروتيني خفيفي إلى متوسطة لكنها ما بتحمل أي خطورة، وبثلث الحالات الأخرى بيتطور إلى قصور كلوي مزمن، قد ينتهي بالقصور الكلوي بعد فترة طويلة 10 إلى 15 سنة. بالعلاج لا نستخدم أي علاج عندما تكون حالة المريض مستقرة، لكن عند وجود النفروز الذي يعرف بأنه وجود بيلي بروتيني شديد ونقص في بروتينات الدم، هذا بيستدعي علاج بالكورتيزون مع أو بدون مثبطات المناعة حسب الحالي. 60 إلى 70% من الحالات تستجيب على العلاج، لكن يجب مراقبة المريض بشكل دائم ووقايته من الانتانات بأخذ اللقاحات، لأنه مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة مرضى المتلازمة النفروزية بصير عندهم نقص بالمناعة بسبب فقدان الجلوبولينات المناعية بالبول، فبصير عندهم هايبو جاما جلوبولينيميا، وبالتالي بتعرضوا كتير لحدوث الانتانات.
وبينصح ايضا باعطاء لقاح المكورات الرئويه لانه عنده نقص بالجاما جلوبولين. طبعا يجب مراقبه المريض باجراء التحاليل ضروري كل 3 أشهر. النوع الثاني هو التهاب الكبد الكلي الغشائي الثانوي، يعني هذا امراض ثانيه هي اللي بتسويه. هذا بيحدث نتيجة أضداد ذاتية استجابة للإنتانات المزمنة والتهاب الكبد بي وبعض الحمات الراشحة مثل الحماق أو جدر الماء والملاريا. بعض الأدوية تلعب دور ناشبي وتكسب الغشاء القاعدي صفة مولد ضد، وأهم الأدوية أملاح الذهب والديبنسيلامين. أملاح الذهب والديبنسيلامين عادة يستخدمون عند مرضى سابقا داء الرثيانة، وقد يستعملوا أحيانا عند مرضى الذئب الحمامية الجهازية، وأدوية تفاصيل مضادات التهاب غير السيرويدي، مضادات الصرع، وحتى الكابتوبريل أو مركبات الأسينيبتر، والأملاح المعادن الثقيلة مثل الزئبق. هدول من الأسباب الثانوية للتهاب الكبد الكلي الغشائي. طبعا الأورام الصلبي وخصوصا أورام الجهاز الهضمي المعدي والكولون ولا سيما السرطانات البشروية، يعني اللي بتكون، فإذا مثلا ذكر لك بالقصة السريرية لو فرضنا مريض عنده سرطان كولون أو سرطان معدي أو بسموها سرطانات الصلدي على حساب الأعضاء الصلبي، حتى سرطانات الرئة، إذا ذكر لك بقصة مريض عنده سرطان كولون أو سرطان معدي أو سرطان رئة وتطورت عنده متلازمة نفروزية، فما هو التهاب الكبد الكلي يعني الأكثر احتمالا عند المريض هذا؟ فهو بيكون التهاب الكبد الكلي الغشائي. أيضا التهاب الدرق المناعي والذئب الحمامي الجهازي والجذام قد يترافق مع التهاب الكبد الكلي الغشائي ثانوي. الإنذار الإصابة الثانوية عادة إنذار أفضل من الشكل البدئي، لأنه إذا أحيانا استطعنا نعالج السبب الأساسي كإيقاف الدواء أو علاج المرض الأساسي المؤدي بيحدث شفاء، وبكون الإنذار أفضل لدى المريضات الإناء. دائما عند تشخيص التهاب الكبد الكلي الغشائي يجب علينا عن أن نبحث عن الأسباب الثانوية التي قد تسببه وننفيها قبل معاملتي على أنه بدء. طبعا هون مو مذكورة، ولكن أحد الشغلات اللي بتفرقنا بين التهاب الكبد الكلي الغشائي البدء والثانوي وهو أنه البدء بترافق مع الضاد ضد الفوسفوليبياز A2. إذا وجدنا الضاد ضد الفوسفوليبياز A2 عند مريض التهاب كبد كلي غشائي فهذا برجح لنا انه السبب بدئي، بينما الضاد الفوسفوليبياز A2 غالبا بتكون سلبيه لم بكون السبب ثانوي. هلا هوني التشريح المرضي والتالق المناعي للالتهاب الكبد الكلي الغشائي. هوني بتلاحظ ترسب معقدات مناعيه مترسبه خارج الغشاء القاعده وبتكون مؤلفه من الاي جي جي وسي 3. على اليسار هو شكل ترسيمي لعتيرة الكبد الكلي الغشائي تحت المجهر الضوئي، بتلاحظوا انه في تسمك بالغشاء القاعدة وترسبات خارج الغشاء القاعدة اللي هي بتكون هاي الأضداد الاي جي جي وسي 3، وبالإضافة الى انمحاء الاستطالات القدمية اللي هي بتأدي لحدوث البيلي البروتين. هلا عندنا النوع الأسوأ هو التهاب الكبد والكلي الغشائي المنمي، هذا الممبرانو بروليفيريتيف. بهذا بيظهر عند الأطفال والبالغين الصغار، يعني الذكور اليافعين بعد البلوغ، يعني نقول بسن بين 15-18 سنة. انذاروا بشكل عام أسوأ من الغشائي، بيحتاج 5-10 سنوات وسطيا ليتطور إلى قصور كلوي. الصورة السريرية غالبا ما بيتظهر على شكل بيلي دموي مع بيلي بروتيني متفاوت الكمية، يعني هون هذا المنمي الغشائي بيتظهر على شكل متلازمي كبي ونفروزي اشتراك بين المتلازمتين. من الشائع أن نجد انخفاضا في مستويات المتممة سي 3. الآلية الإمراضية يمكن استنتاج آلية الإمراضية من اسمه، أصلا هو سمية
بناء على المنمى. قامت مثل ما ذكرنا انه قامت بنقول انه منمى عندما يكون في وجود تكاثر خلوي خصوصا بالخلايا الميزانشيمي، ولكن التكاثر الخلوي هون بيكون اقل من التكاثر اللي بيحدث بالتهاب الكبوب الكلي ذو الاهلي او المترقي بسرعه، كمان غشائي بسبب ترسب المعقدات المناعية وتسمك الغشاء القاعدي. اذا بيتسمى غشائي لوجود تسمك في الغشاء القاعدي ناجم عن ترسب معقدات مناعية، ومنمي لوجود تكاثر خلو. هناك نمطين لالتهاب الكبب والكلي المنمي الغشائي. النمط طبعا اعتمادا على موقع الترسبات المناعية بالمجرى الإلكتروني، النمط الأول هو بتكون ترسب تحت الخلايا البيطانية صب إنديوتيليال، أي بين الغشاء القاعدي والخلايا البيطانية البيطانية، هذا بيعطي مظهر سكة القطار. ترسبات النمط الأول بتعطي على التشريح المرضي نمط سكة القطار بسموها ترام تراك أبيرانس، وهذا بيحتاج 10-15 سنة ليتطور إلى قصور كلوي. أما النمط الثاني أو بسموه داء الترسبات الكثيفة الدنس ديبوسيت ديسيز، هون بتحصل ترسبات داخل الغشاء القاعدي وقد يتطور إلى قصور كلوي مزمن خلال 5-7 سنوات. أما تصنيف التهاب الكبب والكلي المترقي بسرعة حسب السبب، فإما أن يكون بدء مجهول السبب وهون بتكون الأذية الكلوية معزولة، أو يكون ثانوي، كمان اهتموا لي بالأسباب الثانوية لالتهاب الكبب الكلي الغشائي المنمي. ومثل ما ذكرنا التهاب الكبب الكلي الغشائي بكون أحد أسبابه هو الـ HBV التهاب الكبد بي، أما أحد الأسباب من أهم الأسباب الثانوية لالتهاب الكبب الكلي الغشائي المنمي وهو التهاب الكبد سي. أمراض المناعة الذاتية خصوصا صلابة الجلد، وأيضا ممكن يترافق مع تشمع الكبد والسرطانات التكاثرية مثل الإبيضاضات واللنفومات. وهو عادة الثانوي بيكون أسلم إنذارا من البدء ويشفى في حال كان السبب الأساسي قابلا للعلاج. هلا علاجه، العلاج هنا ضروري حتى مع استقرار الحالي، لأنه هذا ما فيك تتركه، وعدم وجود أي أعراض بخلاف الممبرانس. الممبرانس قلنا إذا كانت الحالة مستقرة فما في داعي للعلاج، أما هذا حتى لو كانت الحالة المستقرة لازم يتعالج. بيختلف العلاج حسب النمط التهاب الكبب الكلي الغشاء المنمى، بعض أنواعه بتستجيب للسترويدات وبعضها قد نضطر فيها لاستخدام مثبطات مناعة وفصادة البلازما، ولكن بشكل عام معظم الحالات تستجيب للعلاج بشكل جيد. إذا ما نفعت العلاجات السابقة أو كانت تظاهرات خفيفة مثل بيلي بروتيني تحت نفروزية، يعني بتكون أقل من 3.5 جرام، عندها منلجأ للمعالجة العرضي وخصوصا مركبات الأسي نبيترز للحد من البيلي البروتيني. إذا كان السبب ثانوي يكون من الضروري علاج المرض المسبب. هلا هوني التشريحيا مرضيا هذا بالمجهر الإلكتروني للتهاب الكبد والكلي المترقي بسرعة، بنلاحظ تكاثر الخلايا الميزانشيمي وأيضا امتدادات أو استطالات الخلايا الميزانشيمي داخل الغشاء القاعدي بتؤدي لزيادة سماكة الغشاء القاعدي، وبتلاحظ ترسب المعقدات المناعية تحت بطاني ومتقطع، هذا بكون النمط الأول اللي بكونه متقطع، هذا بسموه منظر القلادي، هذا النمط الأول للميمبرانوس بروليفراتيف جلومرولونفراتيس. أما النمط الثاني بتكون ترسب معقدات مناعية داخل الغشاء القاعدي وبكونه متواصل، فهذا بشكل مظهر سكة القطار الترام ووي. هلا بنجي لأهم الأمراض الكلوية اللي لازم ما تنسوها، وهو الداء قليل التبدلات المينيمال تشينج ديسيز، وهو السبب الأشع المتلازمة النفروزية عند الأطفال، تقريبا مسؤول عن 90% من الحالات. ومثل ما ذكرنا حسب التبدلات التشريحي المرضي سمي بداء التبدلات الصغرى أو داء قليل التبدلات، لأنه عادة ما منشاهد أي تغيرات تشريحية مرضية بالمجهر الضوئي ولا بالتألق
المناعة، لذلك تسمى هذه الحالة بالكلي السليمي ضوئيا. فقط بالمجهر الإلكتروني يلاحظ التحام أو انمحاء استطالات الخلايا القدمي، يسبب داء قليل التبدلات ما يدعى بالنفروز الشحماني اللي هو هذا اسم ثاني للداء قليل التبدلات بسموه الليبويد نفروسيز، بيتشاهد في البول اسطوانات شحمية فاتي كاست إلى جانب البيل البروتيني الغزير. الآلي المرضي للداء قليل التبدلات يعتبر مرضا بديا مجهول السبب في معظم الحالات، في بعض في بقية الحالات قد يكون ثانوي لأمراض جهازية أو إنتانات أو أمراض تحسسية أو أورام، وخصوصا لنفوما داء هوتشكين. داء هوتشكين أو لنفوما هوتشكين هي إذا ترافقت مع متلازمة نفروزية فغالبا ما تؤدي إلى داء قليل التبدلات. يعتقد إن بالآلية الإمراضية أنه ترتبط بوجود خلل كيفي في الخلايا التائية التي تؤدي إلى إفراز سيتوكينات معينة تغير بدورها من بنية الخلايا القدمية وتؤدي إلى محاء الاستطالات القدمية بالمجهر الإلكتروني. مثل ما ذكرنا بالمجهر الضوئي ما منشوف أي تبدلات، لذلك سمي قليل التبدلات. طبعا محاء الاستطالات القدمية بالمجهر الإلكتروني يؤدي إلى زوال الشحن السلبي للغشاء القاعدة، الأمر الذي يسمح للبروتين وخصوصا بشكل انتقائي للألبومين بالعبور عبر الغشاء القاعدة. مثل ما ذكرنا ببداية الفيزيولوجيا الكروية، قلنا الغشاء القاعدة ذو شحنة سلبية وبروتينات الدم عادة بتكون شحنة سلبية، وبالتالي لا يسمح للبروتين بالعبور بسبب تنافر الشحنتين. أما بهذا المرض بسبب محاء الاستطالات القدمية تتغير شحنة الغشاء القاعدة، وبالتالي بيسمح بعبور البروتينات، وغالبا ما بتكون البيل البروتيني انتقائي، بتكون على حساب الألبومي، لذلك هي بسموها بيل البروتيني سيلكتيف أو انتقائي. هلا التظاهرات السريرية بيتظهر على شكل متلازمة نفروزية، مثل ما ذكرنا أنه هدول لازم ما تنسوهن. شو التظاهرات المتلازمة النفروزية؟ اللي هي بتكون بيل البروتيني نفروزي شديد، يعني أكثر من 3.5 جرام بول 24 ساعة، وأحيانا قد تصل إلى 5 أو 6 جرام، نقص ألبومين الدم وذمات وارتفاع شحوم الدم ونقص الجلوبولينات المناعية، تناظر نفروزي دهنة، يعني بتتشاهد الاسطوانات الشحمية في البول، غالبا ما بيصيب الأطفال وخاصة الذكور، أحيانا قد يحدث عند الكهول وهو مسؤول عن 20-25% من حالات المتلازمة النفروزية عند الكهول. هذا مثل ما ذكرنا يعد مثالا على النفروز النقي، النفروز الصافي بدون متلازمة كبية. يعني ليش سمي نقي أو صافي؟ لأنه ما بكون فيه بيل بروتيني ولا ارتفاع توتر شرياني ولا اسطوانات كريات حمر، وخصوصا ما يشاهد عند الأطفال. مثل ما ذكرنا عادة لا يلجأ إلى الخزعة خصوصا لدى الأطفال، إنما يكتفى بالمظهر السريري والتظاهرات المخبرية إذا كانت وصفية، وفورا نبدأ بالعلاج بالكورتيزون. في حال تم أخذ خزعة بتكون مشخصة بدراستها تحت المجهر الإلكتروني، حيث تبدي انمحاء الاستطالات القدمية. لاحظوا الطفل هذا مصاب بمتلازمة نفروزية، لاحظوا الوذمي بالوجه وخصوصا بالأجفان، هاي الوذمي الصباحية بتكون على أشدة. سير المرض عادة يكون سليم نسبيا ولا يؤدي لقصور كلوي في أغلب حالاته، غالبا ما تعود الخلايا القدمية البودوسيت لسابق عادة خلال فترة 6 أسابيع، وبتكون المعالجة بالكورتيزون فعالي عادة من أفضل الأمراض استجابة للعلاج بالكورتيزون، بيستجيب في حوالي 90% من الحالات. عمليا ليس من السهل استخدام المجهر الإلكتروني دوما لتشخيص حالة مرضية ما، ولذلك عندما تأتي حالة طفل يعاني من بيلي بروتيني شديد أي متلازمة نفروزية ولا نجد بالمجهر الضوئي أي تبدلات، عندها نفترض أن السبب هو الداء قليل التبدلات، وذلك بالاعتماد على أن المسبب الأول للمتلازمة النفروزية عند الأطفال هو الداء قليل التبدلات، وطبعا بيجي بعده التصلب الكبيبة القطعي البؤري.
ونبدأ بعلاجه فورا بالسيرويدات دون أن نقوم حتى بخزعة تشخيصية. طبعا الخزعة بتبدأ قليل التبدلات إلى استطبابات معينة، ولكن إذا كانت تظاهرات سريرية وصفية عند الطفل فغالبا ما بيلجأوا للخزعة وبيبدأوا بالعلاج بالسيرويد. أما إذا الطفل كان يعاني من بيلي دموية، لأنه مثل ما قلنا النفروز أو الداء قليل التبدلات الصافي ما بيترافق مع بيلي دموية، أما إذا ترافق مع بيلي دموية يعني هون صار أضيف له متلازمة كبيبي أو كلوية ولم نجد شيئا بالمجهر الضوئي، عندها بالتأكيد لن يكون السبب المينيمال تشينج أو الداء قليل التبدلات، لأنه هو بالأصل ما بيؤدي إلى بيلي دموية. فيكتب المشرح المرضي بتقرير الحالي نو أبنورماليتي بايلات ميكروسكوب، إنه لا توجد تبدلات بالمجهر الضوئي. هوني لاحظ إنه لم نقل إنه لا يوجد أي آفي بالكلي، بل بالعكس هناك آفي مسببة للبيلي الدموي ولكنها لم تظهر أي تبدلات بالمجهر الضوئي. فمثال عنها قد يكون داء الغشاء القاعدي الكبيبي الرقيق، راح ندرسه بعد شوي، أو الذئب الحمامي الجهازي بمراحلها المبكرة قد تكون هي سبب للبيلي البروتيني والبيلي الدموي. هلأ بننتقل للتصلب الكبيبي القطعي البؤري الفوكال سيجمنتال، هذا سبب هام للمتلازمة النفروزية وخصوصا عند البالغين. بتعتمد آليته الإمراضية على أذية الخلايا القدمية وتسطحها بما يشبه الداء قليل التبدلات، بالإضافة إلى تصلب الكبيبات يعني بيحصل فيها استبدالها بنسيج ليفي، لذلك سمي تصلب الكبيبات. عادة القطع البؤري بيصيب الكبب العميقة أكثر من الكبب السطحية، من اسمه بؤري فوكال يعني بيشمل عدد من الكبب وليس جميعها، يصيب بعض الكبيبات والكبيبات الأخرى بتكون سليمة، وبالتالي قد تأتي الخزعة سليمة لأنها ليست مأخوذة من البؤر المصابة. قطعي أو سيجمنتال يعني بيشمل جزء من الكبيبي وليس كله. تصلب كبيبي جلوميرولو سيكلوروسيز، يطلق تعبير سيكلوروسيز يعني تصلب وليس التهاب لعدم مشاهدة رشاحة التهابية بالتشريح المرضي، وأيضا ما سمي تليف سمي تصلب لأنه تعبير التليف أقرب للنسج الضم. له ثلاث أنماط هذا القطع البؤري، بدء مجهول السبب أو أحيانا بيكون عائلة موروث بسبب خلل جيني هو السبب الأشع المتلازم النفروزي لدى الهسبانيكس أو يعني الإسباني الأصل والأفارقة الأمريكيين. قد يكون ثانوي لأسباب أخرى جهازية مثل الإيدز وإدمان الهيروئين، مدمني الهيروئين إذا تعرضوا لحدوث متلازمة نفروزية فغالبا بيكون هو الفوكال سيجمنتال، وأيضا البداني، وأيضا مرضى ارتفاع توتر شرياني وفقر الدم المنجلي. انتبهوا هدول الأسباب ركزوا لي عليهم لأنه كمان هدول مثار الأسئلة. طبعا الفوكال سيجمنتال هو من أصعب التهابات الكبب الكيف، فما إذا إجت عليه أسئلة فغالبا راح يجي عن أسبابه ما هي الأمراض اللي تؤدي إلى الفوكال سيجمنتال. وأيضا من أهم أسبابه هو إذا كان المريض عنده جذر مثانة حالية وأمراض القلب الخلقي المزرقة أو ناتج عن وجود حدثي ثانوي لآفات كبيبية أخرى مثل اعتلال الكلي بالأيجي. ملاحظة مهمة، ويعتبر التهاب الكبب الكلي القطعي البؤري مرض البدينيين، فعند وجود متلازمة كبية عند شخص بدين فإن أول ما نفكر به هو الفوكال سيجمنتال، وهي المعلومة بتساعد على التوجه السريري الصحيح، وخصوصا عند البدينيين أحيانا قد نجد صعوبة في إجراء خزعة الكلي. مثل ما ذكرت من أهم أسبابه كذلك يشاهد عند مرضى جذر المثاني الحالبة، وهون هاي الحالة بتكون قابلة للتراجع بعد إصلاح الجذر المثاني الحالبة. المظاهر السريرية والإنذار بيظهر على شكل بيلي بروتيني، قد تكون نفروزي غزيرة أو تحت نفروزي، بيترافق
كثيرا بوجود بيلي دموي مجري، ارتفاع الترشرياني ووذمات وازوتيميا، يعني ارتفاع اليوريا والكرياتينين والمستقلبات الازوتي، يعد أسوأ انماط الاذيه الكبيه على المدى الطويل، كونه لا يستجيب على المعالجي في بعض الحالات، وبيتطور لقصور كلوي خلال 5 إلى 10 سنوات، وايضا سوء الانذار في كونه يميل للنكس بعد الزرع وتخريب الكلي المزروع، وهو بشكل عام أسوأ أنواع التهاب الكوب الكلي من حيث النكس بالكلي المزروعة. في حال زرع كلي لشخص مصاب بالفوكال سيجمنتال جلونوفراتي سابقا، فإن هذا المرض هو أشيع مرض ينكس في الكلي المزروعة الجديدة ضمن الشخص الآخذ. يعني إذا كان المريض المرض البدء اللي أدى لقصور كلوي مزمن هو الفوكال سيجمنتال، فأنه وزعمنا له زرع كلي هو أشيع مرض بينكس بالكلي المزروعة. وفي حال كان زرع الكلي لسبب غير الفوكال سيجمنتال، فقد تصاب الكلي المزروعة أيضا بالفوكال سيجمنتال. يعني حتى لو ما كان المرض البدء اللي أدى لقصور كلوي مزمن واللي استدعى زرع الكلي هو الفوكال سيجمنتال، فأيضا قد يتطور بالكلي المزروع. فهو الأشع بين الإصابات الجديدة يعني بالكلي المزروعة، إذ أن الفوكال سيجمنتال هو الأسرع في النكس والإصابة الجديدة بين آفات الكبب البدي. هلأ لتوضيح الفكرة هاي عن سبب كون الفوكال سيجمنتال أسرع وأشع مرض يصيب الكلي الجديدة أو الكلي الوحيدة بشكل عام عند فقدان إحدى الكليتين لسبب ما، فإن آليات التكيفية يعني التأقلم في الكلي الأخرى قد تؤدي لإصابتها بالفوكال سيجمنتال، وبالتالي هي أحد الأسباب الثانوية لالتهاب الكبب الكلي القطعي البؤري، بحيث يسبب نقص الأطراح الكلوي زيادة في تفعيل جملة الرينين أجنتيسين، بالإضافة لمعاوضة وتضخم الكبب السليمة. عادة المريض اللي عنده كلي وحيدة بتضخم الكلي والكبب في الكلي الأخرى للمعاوضة، الأمر الذي يؤدي لزيادة التدفق الدموي عبرها وزيادة الضغط ضمنها، حيث يمكن أن تتحسن الأمور في البداية، لكن مع استمرار زيادة الرشح الكبي وزيادة التدفق الدموي تدخل الكلي ضمن حلقة معيبة وتؤهب للأذية البيطانية والقدمية، مثل ما قلنا محال استطالات قدمية بيؤدي لحضور بيلي بروتيني ومعاوضة الخلايا المسرقية وتكاثرها، وبالتالي زيادة إنتاج الماتريكس أو اللحمي، هون المطرس ما بعرف شوي الكلمة، بس هي الماتريكس يعني زيادة إنتاج اللحمي المحيطة بها. لذلك نستنتج من ما ذكر سابقا أنه لا يمكن القول أن التبرع بالكلي آمن 100% سواء كان للآخذ أو حتى للمعطي، وذلك لأن الكلي الأخرى لدى المعطي قد تطور فيها التهاب كبب الكلي بؤري قطعي بسبب حدوث سوء تلاؤم مع فقدان النورونات مثل ما شرحنا سابقا. طبعا هو نادر ولكن هذا هو السبب. يعتبر الاستقصاء الوحيد المشخص في حالة التهاب الكبب والكلي البؤر القطعي هو الخزعة، ما في أي تشخيص ثاني. بتظهر بالمجرى الضوئي إصابة بؤري، نصف الكبب في الساحة المجرية بتكون مصابة، والإصابة بتكون قطعية عند تكبير أحد الكبب المصابة، بتكون بعضها مصاب وبعض أجزاء أخرى بتكون منها سليمة. بالمجر الإلكتروني بتلاحظ انمحال الاستطالات القدمية مثل داء قليل التبدلات، وبالتألق المناعي عادة بيكون سلبي، أو أحيانا يمكن رؤية ترسبات لنوعية للمتمي والآي جي إم. هلا هون هذا التشخيص المرضي للفوكال سيجمنتال، بتلاحظوا الكوبيبي بعض أجزاء سليم وبعض مصاب. هلا التدبير، يعالج بالكورتيزون مع أو بدون مثبطات مناعة، بعدين بنكون إحنا أمام خيارين. في حال تحسن الحالي نستمر بالعلاج لمدة 6 إلى 8 أشهر، أما إذا نلاحظ أي تحسن مثل الأشكال العائلية بهالحالة لابد من إيقاف الكورتيزون والمثبطات المناعية. يعني مو معقول تضل أنت عم تعطي كورتيزون ومثبطات لمناعة لمريض بعد 8 أشهر وهو ما بيتحسن، وهون بيكتفى بالمعالجة المنطقة أو العرضية مثل الحمية عن الملح و
ومثبطات الخميرة القالبي الأنجيوتنسين لتخفيف البيلي البروتيني. طبعا في حال وجود قلس مثاني حالبي أو جذر المثاني الحالبي فإن علاج الجذر المثاني الحالبي يؤدي إلى تراجع التهاب الكوب الكلي البؤري القطعي. طبعا هي ملحوظة، تصلب الكبة البؤري القطعي يعتبر من الأمراض التي تحدث بآلية غير واضحة تماما، لا تزال مجهولة السبب نسبيا، فقد لا نشاهد المعقدات المناعية، ولكن ذلك إذا حتى لو ما شاهدت معقدات مناعية فهذا ما بينفع التشخيص. هلأ بنجي إلى أمراض الكبة الوراثية اللي بتكون يعني خلقي أو عائلي، وأهم هني مرضين متلازمة البورت وداء الغشاء القاعدي الكوبيبي الرقيق. سبب كلاهما خلل في بنية الكولاجين 4، هذا بيدخل في بنية أو في تركيب الغشاء القاعدي للكوبيبات. إذن الأمراض الكوبية الوراثية هني أهم مرضين البورت وداء الغشاء القاعدي الرقيق، سبب الأساسي هو خلل في الكولاجين 4. هلا بنجي لمتلازمة البورت، هذا مرض وراثي نادر وخطير بيتميز بأذية كوبيبي، فتظهر أعراض وعلامات متلازمة كوبي، يعني بيكون المريض عنده متلازمة نفريتية، بيكون عنده بيلي دموية وصوانات كريات حمر وكريات حمر مشوهة، بالإضافة إلى ارتفاع توتر شرياني ووزمات. انتبهوا هوني، بيكون عنده أذية سمعية، إما أن يكون على شكل نقص سمع أو بيكون عنده صمم كامل، وبيكون نقص سمع حسة عصبة ثنائي الجانب، وهذا بيكون موجود عند 55% من الذكور المصابين، وبنسبة أقل عند الإناث. الصمم تقريبا بيكون موجود عند أغلب الذكور المصابين بمتلازمة البورت، ولكن الإناث بتكون نسبتهم أقل، يعني ممكن البنت تكون ما عندها مشكلة بالسمع. طبعا الأذية العينية واللي هي بتكون مشخصة وواسمة للمرض بسموها باثوغنوميك، إذا وجدت فورا بتشخص متلازمة البورت، هي القرنية المخروطية. فلذلك أي طفل عنده بيلي دموية أو متلازمة كبية، عنده نقص سمع أو صمم عصبي حسة، وخصوصا إذا لقيت عنده قرنية مخروطية، فهذا قطعا بكون متلازم البورت. آلية الأذية الكبية مثل ما ذكرنا هي بتكون خلل بالكولاجين 4، والآلية ليست مناعية، يؤدي لتنكس في الغشاء القاعدة، يأخذ الغشاء شكلا مورقا مورقا أو صفائحيا، بكون على شكل طبقات بعضها فوق بعض مثل أوراق الدفتر، تشاهد تحت المجرى الإلكتروني كمناطق غير منتظمة من التخثن والترقق أو التثخن والترقق على طول الغشاء القاعدي بالمجرى الإلكتروني بمتلازمة البورت. عادة بيتشاهد الغشاء القاعدي بشكل غير منتظم، بتلاقي مناطق ثخينة ومناطق رقيقة. فإذا ذكر بالسؤال التشريح المرضي هذا، فهذا مشخص لداء البورت. 80% من الحالات تنتقل بالوراثي المرتبطة بالجنس أو بالصبغة إكس، وبالتالي بتكون الإصابة لدى الذكور أكثر وأشد منها عند الإناث، وغالبا ما نجد قصة عائلية لوجود حالات مشابهة عند أقارب المريض. مرضى متلازمة البورت خصوصا إذا انذكر بالقصة السريرية وجود حالات عائلية مشابهة، فهي كتير بتمشي مع داء البورت، لأنه هو مرتبط بالجنس، وبعض الحالات تكون وراثي جسمي مقهورة، بتكون الوراثي الجسمي المقهورة في 15% من الحالات. أما الشكل الوراثي الجسمي القاهر بكونوا موجود في 5% من الحالات. هون مثل ما ذكرنا أي مريض أصم يعاني متلازمة كبي فهو البورت حتى يثبت العكس، وهي هون التذكرة كانت سي كانت بي كانت هير إبي، يعني معناها كانت سي لا يرى بسبب القرنية المخروطية، كانت بي لا يستطيع أن يتبول بسبب الأذية الكبية، يعني بيكون عنده شح بول، كانت هير إبي يعني لا يسمع صوت النحلي.
التدهورات السريري الكلوية وهي بيلي دموية كبية، يعني بتكون مترافقة بفحص البول، اسطوانات كريات حمر، كريات حمر مشوهة، بتبدأ بالطفولة بعمر 2-3 سنوات، وبتتكامل الصورة السريرية مع تقدم العمر، تظهر البيل البروتيني بتكون متوسطة وغيرها من على أعراض وعلامات المتلازمة الكبية. إضافة لذلك قد يفيد خزعة الجلد في تشخيص متلازمة ألبورت، حيث ندرس الغشاء القاعدي البشروي، لأنه كمان الغشاء القاعدي البشروي بيحوي على الكولاجين 4، وبالتالي خزعة الجلد قد تكون مشخصة بدون الحاجة لأخذ خزعة كلي. وطبعا ما بتنسى أنه تبحث عن الأذيات السمعية، مثل ما قلنا أنه بيترافق مع نقص سمع أو صمم عصبي حسي، وبالتالي لازم تعمل للمريض تخطيط سمع أو حتى تخطيط جذع دماغ الكهربائي، وأيضا فحص العين، لأنه إذا شفت قرنية مخروطية فهي بتكون باثوجنوميك لمتلازمة ألبورت. طبعا هي كمان المفروض تدرسوها كمان بأمراض كلي عند الأطفال، لأنه هي عادة تشخص بعمر طفولي. هلأ الإنذار والعلاج. الإنذار أنه بتأدي لقصور كلوي مترقي، يصبح نهائيا بعمر 20 سنة على الأكثر، وعندها يحتاج المريض لغسيل كلي، ويصبح يعني لازم له زرع كلي. لذلك هو عادة بيكون بيبدأ بمرض عند بعمر الطفولي من سن 2-3 سنوات، وبيتكامل بسن اليوفا. ما بيستجيب على الكورتيزون ولا مثبطات المناعة، إنما يستجيب المريض بشكل جيد لزرع الكلي، لأنه معدل النقص بعد الزرع خفيف، لكن الصمم ما بيتحسن. لا نقوم بزرع الكلي، هاي شغلة مهمة، إلا عندما تصبح الضاد الغشاء القاعدي سلبي لمدة 6 أشهر، وإلا ستهاجم الكلي المزروعة وينكس المرض من جديد، حيث أن تنكس الغشاء القاعدي وتغير بنيته للشكل المورق أو المطبق فوق بعضه قد يحرض لدى نسبة من هؤلاء المرضى تشكيل أضداد للغشاء، وإجابة هذه الأضداد تؤثر سلبيا على نتيجة الزرع. يمكن تدبير الإصابة السمعية، طبعا هذاك إلى علاج مثل زرع الحلزون أو علاجات أخرى. هوني هذا التشريح المرضي لمتلازمة ألبورت، وبتلاحظ مناطق متسمكة ومناطق مترققة، يعني مناطق ثخينة ومناطق رقيقة بالغشاء القاعدي، هاي بالمتجر الإلكتروني إذا شوهدت فهي بتكون مشخصة لمتلازمة ألبورت. وهوني التظاهرات السريرية لمتلازمة ألبورت هي أهم الأمور اللي بتحصل فيها، وهو أنه بيؤدي لالتهاب كبد كلي وراثي أو عائلي، بيؤدي لهيماتوريا بيلي دموية والتهاب كبد وكلي بالإنر إير، يعني بالأذن الداخلي، بيؤدي لسنسوري نيورال هيرينج لوس، يعني بيؤدي لنقص سمع أو فقدان سمع عصبي حسة بالآيز، ومثل ما قلت لكم هي تقريبا مشخصة أو باثوجنوميك أنتيرير لينتي كونس، هذا القرني المخروطي. هلا بنجي للنوع الثاني. نعم. بس سؤال بعد اذنك، هلا بهدول الامراض الكلي ممكن كلية واحدة يستهدف ولا الكليتين؟ مثل ما ذكرنا التهابات الكبد الكلي تكون، كنت حاضر معنا المحاضرة الماضية او دارسها ولا لا؟ بصراحة لا حكيم، ما حضرتها. لذلك عم بسأل السؤال هذا، لأنه التهابات الكبد والكلي مثل ما ذكرنا ومذكورة صراحة وقلت لكم دائما وأبدا بتكون ثنائية الجانب ومتناظرة، يعني بتصيب الكليتين ما بتصيب كلية واحدة. أيوة تماما، شكرا حكيم. هلا هلا بنجي على متلازمة الغشاء القاعدي الرقيق، وهي الثين جلوميرولار بيزمنت ميمبران ديسيز، هذا مرض وراثي. بس دكتورة آسيا طفي الكاميرا. نعم. بس في زميلي مشغل الكاميرا، بس طفية آسيا. ما بعرف، أنا متابع بالمحاضرة ما نشايف الشاشة العرض كلها، بس أنا عم تابع معكم بالمحاضرة، فالزملاء فاتح الكاميرا يا ريت يطفيها. هذا حلقة التليفون يا ريت يطفي. ايه ذكرت هلا مثل ما قلنا
داء الغشاء القاعدي الرقيق هو مرض وراثي سليم وشائع نسبيا، هو أشع مرض كبة وراثي، وهو مرض سليم وأسلم من متلازمة ألبورت بكتير، يورث بصفة جسمية قاهرة حيث يبول المريض دما نتيجة أي جهد يقوم به كالعطاس أو الركض أو أي نوع من أنواع الجهد، لذلك تسمى كلية المريض بالكلي التي تدمع دما، لا يسبب بيلي بروتيني إطلاقا، وإذا أدى لبيلي بروتيني فغالبا ما تكون خفيفة، ولكن القاعدة هي أنه هو ما بيأدي لحدوث بيلي بروتيني. التشخيص لا يظهر بالمجهر الضوئي أي تبدلات ولا بالومضان بتظهر وجود الضاد، لكن المجهر الإلكتروني يظهر وجود ترقق في الغشاء القاعدي ونقص سماكته. يجب أن ننفي متلازمة ألبورت واعتلال الكلي بالآي جي اي، لأنه مثل ما ذكرنا ألبورت واعتلال الكلي بالآي جي اي أن بيتظاهروا على شكل بيلي دموية متكررة وناكسي، لذلك لازم ننفيهم. إنذاره ممتاز والمرض سليم ولا يؤدي إلى قصور كلوي عادة بعكس متلازمة ألبورت. قلنا بمتلازمة ألبورت بيبدأ بسن 2-3 سنوات وما بيوصل المريض لسن اليفع أو سن البلوغ اللي بيكون دخل بقصور كلوي مزمن. أما داء الغشاء القاعدي الرقيق بيتظاهر على شكل بيلي دموية متكررة، وغالبا بتكون في أكثر من فرد بالعائلة، ولكن ما بيؤدي لحدوث قصور كلوي. هلا العلاج، هاي المتلازمة عادة سليمة ولا تحتاج إلى علاج، بل يكتفى بطمأنة المريض وشرح سبب المرض له. أيضا ينصح بأخذ لقاح الإنفلونزا والابتعاد عن كل ما يؤدي لحدوث الإنتانات، وبينصح أيضا الابتعاد عن الرياضات العنيفة والجهد، لأنه مثل ما ذكرنا أنه أي نوع من الجهد ممكن يؤدي لظهور البيلي البروتيني. هون مقارنة بين الغشاء القاعدي السليم والغشاء القاعدي في متلازمة الغشاء القاعدي الرقيق. على اليمين مثل ما بتلاحظوا هذا الغشاء القاعدي السليم، أما على اليسار فبتلاحظوا رقة الغشاء القاعدي في متلازمة الغشاء القاعدي الرقيق. ولهون بيكون انتهت محاضرتنا، بنكفي بمحاضرات لاحقة إن شاء الله. إذا في حد عنده سؤال يتفضل. بس خزعة الكلية يعني مين بيقوم فيها، طبيب الكلية ولا دكتور جراحة؟ أنه بعرف أنه بيكون مختص كلية تحت اختصاص أنه ممكن هو يأخذها أو هيك. طبعا أخصائي الكلية هو اللي بيقوم بخزعة الكلية، ما في طبيب جراحة بياخد خزعة الكلية. أيوة تمام حكي، لأنه خزعة الكلية عادة، أنت قصدك أطباء جراحة البولية؟ اي حكيم جراحة البولية. نعم الجراح البولية عادة ما بيعملوا خزعة كلي، ونادرا اني اصلا ما يلجأوا له، يعني كاختصاص جراحة بولية نادرا ما بيلجأوا له، لذلك عادة اللي بيسوي خزعة الكلي، عادة خزعة الكلي اكثر مرض، والاستطباب الوحيد تقريبا لخزعة الكلي هو التهابات الكبوب الكلي. التهابات الكبوب الكلي هي اختصاص داخلي كلي، فبالتالي يعني طبيب الجراحة البولية ما بيشوفها يعني، وحتى لو راحت لعنده بقول له روح على الطبيب أخصائي كلي، فلذلك خزعة الكلي عادة هي من اختصاص طبيب الكلي. أي سؤال آخر؟ مريض اللي بيكون عنده حصيات بالنسبة للبول عنده، بس بيكون في حمض ضاد ولا في بيكون قلوي بعد أمرك؟ لأنه لا في حصيات. إيه تفضل. كيف في سؤالك؟ لأنه في نحن في أدوية تستخدم لقلونة البول، وبالأخص إنه في علاج بالأخص الحصيات قلونة البول، معناتها مو هي الحصيات. مو هي الحصيات مقصيات اللي... لا قلونة المستخدم أدوية هي مقلوية للبول. في بعض المشاكل مثل مثلا مكتوب بالأخص الحصيات، في حال مثلا المشاكل عندنا الحصيات لأنه هو غالبا أنت بيكون في حميضات، مستخدم أدوية مقلوية. تمام فهمت سؤالك.
دكتور عادة البول الطبيعي هو بول حامضي. في عنا أنواع من الحصيات تتشكل ببول حامضي، وفي أنواع أخرى من الحصيات تتشكل في بول قلوي. تمام؟ إحنا أحيانا الحصيات التي تتشكل في بول قلوي مثل الحصيات هاي الإنتانية أو حصيات قرن، هاي بسموها قرن الغزال أو الوعل، هاي كتير صعب بمعالجتها. حصيات الإنتانية هاي بسموها بتحدث بسبب بعض الأنواع المتجرثيم الشاطرة البولي وخصوصا البروتياس. فعنا بعض الحصيات إذا اللي بتتشكل خصوصا بوسط حامضة مثل حصيات حمض البول، هي إذا قلونت البول هي لأنه بتتشكل بوسط حامضة، فبالتالي أنت إذا جيت عطيت مواد قلوية لتقلون البول فبالتالي ممكن تنحل هي الحصيات وتنطري عن طريق البول. لذلك هاي الفكرة. ولكن مو الحصيات هي اللي بتغير وسط البول، هو وسط البول هو اللي بيؤدي لتشكل الحصيات. ففي أنواع من الحصيات تتشكل بوسط حامض للبول، وأنواع أخرى من الحصيات تتشكل بوسط قلوي. رح نجي رح ندرسها، وطبعا رح ندرسها لاحقا، ولكن بشكل أساسي الحصيات القلوية بتدرسوها يعني المفروض هي بالجراحة البولية، ولكن رح ندرسها بأمراض الكلى لاحقا. تمام حكيم، الله يعطيك العافية، وصلت الفكرة والله. الله يعافيكم. الأسبوع الجاي غالبا عندي ظرف معين ما رح أحسن أعطيكم محاضرات الكلي، فرح نأجلها للأسبوع اللي بعده. وإن شاء الله هلا مشينا كتير يعني كويس بأمراض الكلي، تقريبا صرنا أعطيكم 100 صفحة، فإذا بتدرسون بتحفظون بكل شيء كتير كويس. الأسبوع اللي بعده إن شاء الله بنتابع بأمراض الكلي. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.